السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. غنبداو الدرس ان شاء الله، وكنتمنى الدروس يعجبكم، وما تنساوش ترجعوا للقناه باش تلقاو تما كامل الدروس من الاول لحتى الاخر. ونبداو على بركتنا ان شاء الله. ديما بالريفيه ربدا، ديما ربدا، غادي يكون اديري، غادي يكون بالريفيه اديري، شوف بالريفيه خزا، خزا ولا غزا، بجوج بحال بحال، شوف غزا، تعلم بالريفيه تعلم بحال بحال، قرا بالريفيه غا، غا، نسى التو، نسى بالريفيه التو، صعيب بالريفيه اقساح، 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 لقيتيني توفي داي، هذيك الدار غادي نقراوها بالدار، توفي داي، نيخ توفي داي، بحال بحال، كنفكر تفكاخ، 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 شتي بالريفيه تزريد، 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 غندخل عدد فخ، عدد ذ فخ، عدد فخ، دخل اذف، هذيك الدار نقراوها بالذار، اذف، اذف، سير روح، روح. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، ومع السلامة.